هنكمل اخبارنا، هنروح لكره السله سيدات. للاسف كره السله سيدات بيعانوا من اصابات شديده، عدد كبير من اللاعبين مصاب، حتى اللاعبه ايطالي اللاعبه المحترفه اللي صورتها معانا الانجوليه اللي صورتها معانا في على الشاشه، حتى لعبه المباراه فاتت ولعبه فتره قليله لانها لسه راجعه من الاصابه. لعبنا احنا طبعا مصر التامين، ودي فرقه محترمه جدا، كنا بنلعبها على ملعبنا على صاله الشهداء في الدور ال 12 من الدور الترتيبي لكره السله، خسرنا 76-71. فرقتنا برغم الخساره لسه في المركز الثاني، يعني هليوبلس خسر، هليوبلس خسر ماتش غير متوقع من الجزيره، بناء عليه احنا فضلنا انا يهمني اول تاني، يعني اول تاني مش فارقه، بس المهم ان انا افضل في المكانين دول. بس احنا بدانا بنبقى فارق نقطتين عن سبورتنج. فرقتنا الماتش جاي مع الجزيره ماتش مهم جدا يوم الثلاث، لازم نكسب عشان نفضل محافظين على المركز الثاني. كاميرا الابطال كانت موجوده، كان لازم نسجل مع الدكتوره سالي سعيد طبيبه الفريق عشان نعرف اخبار المصابين ايه. خلينا نشوف دكتوره سالي قالت ايه وارجع لحضراتكم تاني. بالنسبه للاصابات، هو احنا دلوقتي في الملعب نورة اتصابت، كان وقعت وقعه شديده شويه فحصل لها كدمه في الفخذ، بس لا ان شاء الله يعني بسيطه، احنا عملنا لها الاسعافات وهي دلوقتي تمام. وهنشوف بقى بكره بعد ما الدنيا تهدى شويه بعد الاصابه هنشوف هتعمل ايه. عندنا بس في الاصابات رنيم، رنيم عندها التهابات في الظهر وفقرات الظهر شويه، بس هي دلوقتي بتعمل علاج طبيعي وتاهيل. وعندنا كانت رضوى محمد كان عندها شويه اوفر يوز في رجلها، وهي برضو بتعمل تاهيل وعلاج طبيعي. وبالنسبه للرجعه من الاصابات، كان كابتن دينا عمرو كابتن الفريق كان عندها سبرين شديد من ايام ماتشات المرتبط، بس هي دلوقتي حتى محطوطه في ال 12، هي رجعت الحمد لله بعد التاهيل. يعني اتمنى ان الدور ده ياخد وقت ان انا اعالج المصابين واجهز الفرقه، مفيش مشكله خالص، كل ده ادوار ترتيبيه، الهدف منها تبقى اول تاني. يعني الامباكت او التاثير الخسائر دي يعني ممكن ما بقاش كبير قوي لو انا بسرعه جبت نفسي وبسرعه قدرت اقف وبسرعه دخلت في جو المباريات.